الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وهو فقدنا لخيرة شبابنا الأبطال الذين قضوا أعمارهم في جهاد ومقارعة الظالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم الشهداء وأن يختم عاقبتنا بالشهادة في سبيل الله. نحن نحمل السلطات الخليفية هذه الجريمة الشنعاء، لأنها هي التي ضيقت على هؤلاء، وهي التي مارست الظلم والطغيان والاستبداد ضد هؤلاء الشهداء، مما اضطرهم إلى أن يخرجوا من البحرين بعد سنين من القهر والعذابات والسجون والتعذيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الشهداء مع الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.